أمراض القلب هي كلمة واسعة جداً تستخدم لمجموعة متنوعة من الحالات التي تشمل بنية القلب ووظيفته. ومرض القلب التاجي هو نوع من أمراض القلب، حيث لا تستطيع شرايين القلب إمداد القلب بكمية كافية من الدم والأكسجين والعناصر المغذية، وهو من أكثر أنواع أمراض القلب شيوعاً وفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. يحدث مرض القلب التاجي عندما تصبح الأوعية الدموية الرئيسية التي تمد قلبك بالدم تالفة أو مصابة، وعادة ما تكون المواد الدهنية المحتوية على الكوليسترول في شرايينك التاجية هي السبب في مرض القلب التاجي. عادة تتشكل هذه المواد الدهنية في شرايين القلب على مدى سنوات طويلة، الأمر الذي يؤدي إلى تضيق وتصلب هذه الشرايين أو انسدادها، وبالتالي منع تدفق الدم الغني بالأكسجين إلى عضلة القلب جزئياً أو كلياً. وتعد أمراض القلب التاجية من الأسباب الرئيسية الأولى المؤدية للوفاة، حيث أنها مسؤولة عن نسبة 16% من إجمالي الوفيات في العالم. يمكن أن تختلف أعراض مرض القلب التاجي من شخص لآخر حتى عندما يكون لديهم نفس النوع من أمراض القلب التاجية، ومع ذلك نظراً لأن العديد من الأشخاص لا يعانون من أعراض، فإنهم لا يعرفون أنهم مصابون بأمراض القلب التاجية حتى يصابوا بألم في الصدر أو يتم حظر تدفق الدم إلى القلب، مما يتسبب في نوبة قلبية أو توقف القلب عن العمل فجأة. وقد يعتمد ظهور أعراض وعلامات أمراض القلب التاجية على شدة المرض وعلى مدى انسداد الشرايين التاجية، لكن يمكنك اتخاذ خطوات للوقاية من مرض الشريان التاجي وعلاجه، ويمكن أن يكون لنمط الحياة الصحي تأثير كبير. في النهاية، أمراض القلب التاجية المسمات بأمراض الشرايين التاجية هو مصطلح يشير إلى المشكلات التي تحدث عندما تكون الشرايين التاجية غير قادرة على توصيل كمية كافية من الدم إلى القلب، مما يؤدي ذلك إلى حدوث مضاعفات خطيرة أبرزها السكتة القلبية المفاجئة. ويمكن الوقاية من أمراض القلب التاجية باتباع أسلوب حياة صحي للقلب. أما إذا كنت مصاباً بمرض الشريان التاجي للقلب، فقد تحتاج إلى تغييرات في نمط الحياة الصحية للقلب أو الأدوية أو الجراحة أو مزيج من هذه الأساليب لعلاج الحالة.